السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء دائما في قناتكم كالعادة، والذي سيكون مليء بأخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري. ابقوا معنا. بداية لا تنسوا دعمنا بالقناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك كي يصلكم كل ما هو جديد أول بأول، وشكرا للجميع. إذن أسماء جديدة مرشحة لتدعيم صفوف الخضر خلال شهر سبتمبر. يسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لتعزيز صفوف المنتخب الوطني الجزائري بأسماء جديدة تمهيدا للتوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل. ومن الممكن أن يشهد تربص المنتخب الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل تواجد بعض اللاعبين الجدد، وإليكم أبرز اللاعبين المرشحين لالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري خلال شهر سبتمبر المقبل. عادل عوشيش ينشط في منصب وسط الميدان ويلعب في نادي ساندرلاند الإنجليزي. محمد فارسي ينشط في منصب الظهير الأيمن ويلعب في نادي كولومبوس كرو الأمريكي. وحسب مصادر مختلفة، رسمي تم تغيير الجنسية الرياضية لعادل عوشيش إلى الجنسية الجزائرية. الفاف استلمت يوم أمس نسخة من الجنسية الرياضية الجزائرية للاعب. من هو محمد فارسي لاعب الجزائر الجديد؟ وفقا لمصادر إعلامية جزائرية مطلعة، فإن القائمة الجديدة لمحاربي الصحراء ستعرف تواجد لاعب جديد وهو محمد فارسي الظهير الأيمن لنادي كولومبوس كرو الناشط بالدوري الأمريكي MLS. وسيعوض اللاعب صاحب 24 عاما النجم يوسف عطال الذي يعيش وضعية رياضية صعبة بحكم عدم تعاقده مع أي نادي خلال الميركاتو الحالي. وعبر التقرير التالي ترصد العين الرياضية أربع معلومات عن الجوهرة الجديدة لمنتخب الجزائر. أولا، جنسية مزدوجة. ولد محمد فارسي في مونتريال بمقاطعة كيبيك في كندا من أبوين جزائريين، وهو ما يسمح له بتمثيل البلدين على الصعيد الدولي وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وسبق للاعب حمل قميص منتخب كندا تحت 23 عاما في مناسبتين قبل 3 سنوات من دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف. ثانيا، البداية في كندا. بدأ محمد فارسي مسيرته الكروية من بوابة بلد المولد، حيث حمل قميص نادي بلانفيل الذي خاض معه مبارتين فقط، لم يترك فيهما أي بصمة تهديفية. وفي فترة لاحقة لعب مع نادي كافليري الذي تألق معه بمشاركته في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من 38 مباراة خاضها بمختلف المسابقات. ثالثا، مغامرة فاشلة في الجزائر. في عام 2019 قام اللاعب الشاب بخطوة مفاجئة عندما عاد لبلد والديه من أجل الانضمام لنادي أمل عين مليلة في صفقة انتقال حر. وفشل فارسي في التأقلم مع كرة القدم الجزائرية، وهو ما دفعه للعودة إلى كندا بعد أشهر قليلة من انتقاله للدور المحلي. رابعا، التوهج مع كولومبوس كرو. شهدت مسيرة فارسي الكروية نقلة نوعية بعد انضمامه عام 2022 لنادي كولومبوس كرو في صفقة مجانية أيضا إثر انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي كافلاري. ولعب فارسي في مرحلة أولى مع الرديف قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول الذي خاض معه 75 مباراة سجل فيها 4 أهداف وأهدى 9 تمريرات حاسمة. جاديورا يوجه رسالة خاصة لياسر العروسي. حرص الدولي الجزائري الأسبق عدلان جاديورا على توجيه رسالة خاصة لمواطنه ياسر العروسي عقب ترسيم هذا الأخير التحاقه بنادي واتفورد الإنجليزي. ونشرت إدارة نادي واتفورد عبر حسابها الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو للرسالة التي وجهها جاديورا ياسر العروسي. وقال جاديورا: أنا سعيد من أجلك بتوقيعك مع نادي واتفورد، ستتواجد في أجواء رائعة وستكون قادرا على التقدم وسيحبك المشجعون. وتابع
عدلان جاجورا، أتمنى لك النجاح والأفضل دائما في مشوارك، وأنا متأكد بأن المشجعون سيحبونك وسيدعمونك، لذا استمتع. يذكر أن عدلان جاجورا سبق له حمل قميص ألوان نادي واتفورد، أين قضى أحد أفضل مواسم مشواره الكروي. عمورا يتعرض لإصابة ويستبعد من تحضيرات فولفسبورغ. قرر الطاقم الطبي لنادي فولفسبورغ الألماني استبعاد نجمه الجزائري محمد لامين عمورا من التحضيرات الصيفية للفريق، وكشفت إدارة نادي فولفسبورغ عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة إكس عن تعرض عمورا لإصابة في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق. كما أوضح ذات المصدر بأن الفحوصات الأولية كشفت معاناة الدولي الجزائري من إصابة على مستوى الرباط الإنسي، وقررت إدارة النادي تطبيق قرار الطاقم الطبي باستبعاد محمد أمين عمورة من التدريبات وإخضاعه لفترة راحة إلى إشعار لاحق. ماندي: سعيد جدا التحاقي بنادي ليل، أنتظركم بشغف. أبدأ الدولي الجزائري عصام ماندي سعادته الكبيرة بالتجربة الجديدة التي سيقوم بها في نادي ليل الفرنسي الذي رسم التحاقه به اليوم. وقال عصام ماندي خلال تقديمه لوسائل الإعلام عبر الصفحة الرسمية للنادي لمنصة إكس: سعيد جدا الالتحاق بنادي كبير مثل نادي ليل. كما أضاف مدافع الخضر: أنتظركم بشغف وبكثرة بملعب بيار ميار. وقام ماندي بتجربة في الملاعب الإسبانية حينما حمل قميص نادي ريال بيتيس في وقت سابق، والتحق بعدها بنادي فياريال التي لم تكلل تجربته بالنجاح الباهر قبل أن يقرر العودة إلى الليغ أن. رقم مميز لبنزيا في الملاعب الأوروبية: يقدم المهاجم الدولي الجزائري ياسين بنزيا مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة مع ناديه كارباخ الأذربيجاني في المنافسات الأوروبية، وأصبح المهاجم ياسين بنزيا تاسع لاعب جزائري يبلغ حاجز 40 لقاء في مختلف المنافسات الأوروبية للأندية، ويعد المحارب سفيان فيغولي اللاعب الوحيد الذي اجتاز حاجز 60 لقاء في مختلف المنافسات الأوروبية عبر التاريخ. ويملك رياض محرز وهلال العربي السوداني وإبراهيم حمداني أكثر من 50 مباراة في مختلف المنافسات الأوروبية. والآن إليكم توقيت منازلة الملاكمة إيمان خليف في ربع نهائي أولمبياد باريس. تأكد رسميا أن الملاكمة الجزائرية الموهوبة إيمان خليف ستخوض نزالها القادم في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس ضد المنافسة المجرية أنا لوكا هاموري. ومن المقرر أن يقام هذا النزال المرتقب لإيمان خليف في تمام الساعة 4:22 بالتوقيت المحلي، كما أن المنازلة ستكون منقولة مباشرة على قناة الأرضية الجزائرية وقنوات بيان سبورت القطرية. وفي الأخير وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لهذا اليوم. شكرا مشاهدينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في فيديوهات أخرى. لا تنسوا مشاركتنا أرائكم في التعليقات، والسلام عليكم.